السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة يا حبيبة هنعمل مع بعض كده صينية شاورما حلوة جدا جدا، هتعجبكم قوي. هيبقى على وشها صوص التومية جميل قوي، هنعمل جنبيها رز أصفر براحتك، لو حابة تاكليها بالعيش ماشي، عايزة تعملي زي جنبيها رز أصفر وطبق سلطة براحتك، بس هي وجبة جميلة جدا ومتكاملة هتعجبكم جدا بإذن الله. نقول كده المكونات بتاعتنا مع بعض. اول حاجه انا معايا بانيه، انا مقطعاه شرايح كده اللي هي الجوليان دي، طبعا قطعها بالتقطيعه اللي تريحك، ممكن تقطعها مكعبات زي ما يريحك يعني. معايا بقى البهارات بتاعتي اللي هستخدمها ليها، معايا هنا معلقه شطه صغيره، معايا معلقه جنزبيل معلقه صغيره ممسوحه، معايا معلقتين كبار خل، معايا معلقتين عصير ليمون، معايا هنا توم بودره معلقه، معايا بهارات 7 معلقة، كل ده معلقة صغيرة، معايا فلفل اسود نص معلقة صغيرة، معايا هنا 4 معالق زيت، معايا معلقة دبس رمان، طبعا ده بيدي مزازة حلوة جدا مع الشاورما، لو حباه ماشي، لو مش عندك مش مشكلة ما توقفيش نفسك. معايا هنا 4 معالق كاتشب حلو جدا مع الشاورما، ومعايا 4 أو 5 6 فصوص ثوم، ده حوالي 5 أو 6 بس صغيرين يعني فصوص ثوم، ومعايا طبعا الملح، ومعايا علبة زبادي صغيرة. دي كده المكونات بتاعتنا. دلوقتي اول حاجه هنعملها معانا، هنحط كده المكونات بتاعتنا دي على بعض. معايا كده الشطه اهي، جنزبيل، معايا فصوص الثوم، خل، الليمون، ثوم بودره، معايا بهارات 7 او ممكن البهارات الفراخ لو عندك، بس انا ما عنديش. هنا فلفل اسود، معايا الزيت طبعا، كاتشب، معايا معلقة دبس الرمان، دي بقى بتدي مزازه حلوه جدا، لو ما عندكيش ما مش مشكله. معايا هنا كوبايه الزبادي بتاعتي، ومعايا طبعا الملح، هنحط معلقه كده صغيره او ندوق الملح على حسب المذاق بتاعنا يعني، طبعا بالعين كده انت بتشوفي ايه المعيار بتاعك. ونقلب الخليط بتاعنا ده كده مع بعض. دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده خلاص قلبت الخليط كله مع بعضه اهو، هبدأ انزل بالبانيه بتاعي. خلي تتبيله كلها كده ايه، تغطي البانيه كويس عشان ياخد الطعم يبقى حلو قوي. عايزه اقول لكم بقى التتبيله دي حلوه جدا، احلى تتبيله للبانيه هتعجبكم باذن الله. الوصفه دي جميله جدا وتغيير عن ما تقلي بانيه وزيوت ودهون وكده، دي بصراحه حلوه جدا وهتعجبك وتعجب اولادك. زي ما بقول لكم ممكن نعملها بالعيش، وممكن نعمل سندوتشات منها، ناكلها مع رز براحتك زي ما تحبي يعني. الوصفه معاكي وانت زي على حسب كل بيت ما بيليق معاه بيحب ايه يعني. كده خلاص التتبيله بتاعتي كده تمام قوي. معايا هنا الغطاء بتاع الحله بتاعت البايركس دي، لو انت ما عندكيش بفويل او بالاسترتش وتغطيها وتدخليها الثلاجه او غطيها باي حاجه، المهم تدخليها الثلاجه بحيث ان هي تاخد من الطعم، كل ما تقعد اكتر في الثلاجه طبعا كل ما تاخد طعم احسن. طبعا انا دلوقتي الصبح فهحطها مثلا ممكن تقعد معايا 2 ساعة في الثلاجه، وبعد كده نكمل وصفتنا مع بعض. دلوقتي معايا بطاطس، البطاطس دي هنقطعها مقطعه صوابع زي ما انتم شايفين كده، هقطعها مكعبات صغيره. طبعا الفراخ بتاعتي حطها في التلاجة تتبل كويس، وبجهز بقى طبعا ايه بقية مكونات اللي ايه الصينية بتاعتي دي. بطاطس اقطعها مكعبات اهي، واحمرها بزيت سخن، وحاولي تخليها تطلع مقرمشة وحلوة معاكي عشان تبقى ايه مش طرية في الوصفة. شايفين انا كده قطعتها اهي يعتبر، وحطها طبعا زيت على النار يسخن، وهنعمل برضو صوص التومية مع بعض جميل جدا، طريقة سهلة جدا بإذن الله تعجبكم. صوص التومية بقى معاها هيدي طعم حلو جدا، طبعا الشاورما يعني تومية بتبقى حلوة قوي معاها التومية بصراحة. هنعمل احلى صينية ان شاء الله تعجبكم جدا.
البطاطس بقطعها مكعبات، لو حبها صوابع براحتك عادي، بس عشان ايه لو حد ايه هياكل مع الرز فما تبقاش الصابع ايه كبير يعني، لكن لو هتعمليها سندوتشات اعمليها صوابع عادي جدا. هاخدها بقى احمرها في الزيت وهوريها لكم بعد ما احمرها. دلوقتي يا حبايبي خلاص انا حمرت البطاطس بتاعتي اهي، ما شاء الله حلوه ومقرمشه، شايفين متماسكه ازاي كده. خلاص بالنسبه للبطاطس بتاعتي، دلوقتي هنعمل ايه؟ صوص التوميه. دلوقتي بقى نعمل صوص التوميه بتاعتنا، هقول لكم بنعمله ازاي ومكوناته ايه. مكوناته سهله جدا جدا. اولا معايا هنا كوبايتين حليب، او ممكن تستبدلي كوبايتين الحليب لو مش عندك حليب، تستبدلهم بايه؟ كوبايتين ميه، كل كوبايه ميه عليها معلقتين لبن بودره. بصراحه انا عامله كده يعني، انا حاليا مش دول حليب، دي ميه وانا حاطه عليها 4 معالق حليب بودره. ليه؟ اولا لو عملتيه بالحليب بيدي طعم كريمي احلى، تمام؟ فلو انت عايزه تعمليها زيي، لكن ممكن تعمليها بالميه عادي جدا، وانا عملته على القناه قبل كده بالميه عادي مفيش مشكله خالص، بس انا حابه اعزز الطعم اكتر، فاهمين قصدي؟ فانا دلوقتي ما عنديش حليب، فعادي ممكن اعمل زي ما انا تعملوا زي ما انا عملت كده. انا عندي الاولاد مش موجودين في المدرسه، فاعمل ايه؟ عملت ايه؟ عندي حليب بودره. طيب ما عنديش حليب بودره ولا عندي حليب عادي، عادي جدا اعمليها ميه ما فيش منها اي مشكله خالص. يبقى اول حاجه معايا كوبايتين حليب، عليهم ايه؟ عليهم 4 معالق نشا، عليهم 4 معالق نشا، عليهم هنا عصير ليمونه، معايا هنا 5 أو 6 فصوص ثوم، والثوم عندي صغير فانا حاطه هنا 6 فصوص ثوم، وطبعا معايا الملح، ومعايا الزيت حوالي يعني زي ما انتم شايفين كده، انا بحط الزيت طبعا انتم عارفين على ما يربط معانا، فدول حوالي 6 معالق زيت مثلا. ومعايا مايونيز، لو انت عندك مايونيز ماشي، المايونيز ده الكيس ب 10 جنيه كويس، وبينفع معاكي في السندوتشات وبينفع معاكي في كذا حاجه، لو انت مش عايزه تجيبي العلبه يعني على بعضها، او ما او متستخدميهاش على طول بتبوظ منك، فهو اسهل حاجه انك تجيبي ايه المايونيز الكيس ده. طيب لو ما عنديش مايونيز ممكن احط بداله زبادي عادي جدا، يعني ممكن نستبدل المايونيز. دلوقتي معايا الحليب بتاعي اهو، احطه في حله في كسروله في اي حاجه عندي، واحط عليه النشا، لازم تدوبي النشا على البرد الاول، ونقلب كده. وبعدين ناخده على النار. دلوقتي يا حبايبي معايا الكسروله بتاعتي اهو، حطينا الحليب على النشا على البارد، وبنبدا نعمل ايه؟ انا هنا بحب احط الثوم على النار عشان اللزعه بتاعت الثوم، فاهمين ازاي؟ بيخف اللزعه بتاعته شويه لما بيدخل على النار، يعني بياخد سلقه خفيفه قوي كده معايا، غير لما تضربيه في الخلاط ني، شايفين ازاي؟ اديله كده فرمه معايا. انا كنت ممكن احطه سليم، بس انا حابه احطه كده عشان اتاكد ان هو ايه اتفرم معايا كويس، يعني ما يبقاش فيه قطع توم وانت بتاكلي، في التوميه بتاعتنا تبقى مظبوطه يعني كده. حطينا زي ما قلت لكم، انا حاطه انا 6 فصوص توم، بس عشان التوم بتاعي زي ما قلت لكم صغير. دلوقتي بقى نبدا نقلب بالمضرب بتاعنا لحد ما يبقى معانا زي المهلبيه بالظبط. دي احسن طريقه تعملي بيها صوص التوميه، حلو قوي. وزي ما قلت لكم لو موجود عندك الحليب ماشي، مش موجود اعمليها بميه عادي مفيش مشكله، كل الفكره ان الحليب هيخليني دي طعم كريمي وطعم احلى شويه، مش اكتر من كده يعني. شايفين الصوص هو بيتقل على طول، لان النشا طبعا هنا زياده. نعلي كده النار سنه، خلاص هو بدا يتقل اهو، شايفين اول ما يبقبق كده معاكي اعرفي ان هو كده خلاص اهو، شايفين القوام تقل معانا بقى حلو جدا. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ اسيب ده يبرد شويه، عشان طبعا الخلاط بتاعك لازم تبقى حريصه على خلاطك، عشان ايه ما ينفعش تنزلي فيه حاجه سخنه قوي كده، فطبعا ده يهدى معايا كده شويه وبعدين هناخده على الخلاط كده. خلاص هو يعتبر استوى معايا، هنطفي النار بتاعتي. دلوقتي بقى معايا صينيه على النار اهي، حطيت فيها معلقه زبده ومعلقه زيت، وهبدا انزل ببصلايه
نشوح البصلة دي معانا كده لحد ما تدبل وتاخد لون اصفر حلو، بعد كده ننزل بالشاورما بتاعتنا. هستنى كده تاخد معايا لون كويس وبعد كده اوريها لكم. دلوقتي حبايبي البصله بتاعتي خلاص بدات تاخد لون الذهبي اهو معايا، هبدا انزل عليها بكميه الشاورما بتاعتي كلها. نفردها كده في الصينيه وما نقلبش خالص، انا هعلي النار دلوقتي بس طبعا عشان الكاميرا، بس هعلي النار عليها اهي واستنى لما كل الميه اللي فيها دي تنشف وبعد كده نقلبها مع بعض. شايفين ازاي؟ هستنى كده تاخد غلوه وتبدا تنشف الميه دي وبعد كده اوريها لكم. دلوقتي يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده الفراخ بتاعتنا انا ما قلبتهاش نهائي، زي ما حطيتها قدامكم فضلت سايباها على نار هاديه جدا وما عملتش فيها اي حاجه. يمكن في التوقيت ده عملت طبق السلطه الايه الخضراء اللي هناكله جنبها، ما رضيتش اقلب خالص عشان تنشف ميتها، فاهمين قصدي؟ واهي شايفين بقى لونها جميل ازاي، اهي يا دوب بقى ان انا كده ايه هبدا اقلب فيها دلوقتي. شايفين خدت لون حلو قوي من تحت اهو، كده خلاص يا دوب هقلبها على الجنب التاني. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين خلاص هي ما فيهاش ميه نهائي، لا قلبت ولا عملت اي حاجه وخدت تحميره حلوه قوي. عايز اقول لكم بقى طعمها وريحتها حلوه قوي، ان شاء الله تجربوا الطريقه دي وهتعجبكم جدا. خلاص كده يعتبر الشاورما بتاعتي خلاص انا قلبتها على الجنب التاني اهي، هتاخد بقى ايه يعني ما تاخدش دقيقتين ثلاثه لان هي خلاص كده يعتبر استوت. نكمل بقى باقي الوصفه بتاعتنا. دلوقتي خلاص يا حبايبي الشاورما بتاعتي استوت زي ما شفتوا كده، والبطاطس حمرناها وادي التوميه بتاعتي خلاص بردت، شايفين تمسكت ازاي. كل اللي هعمله دلوقتي هجيب شفشق الخلاط اهو وهنزل عليه بالتوميه عشان نخلط بقى الخليط ده، وهنزود له حبه ميه عشان يتضرب معانا كويس او حبه لبن المتوفر طبعا عندك، زي ما قلت لك ده انت بتعززي الطعم على حسب الامكانيه عندك. شايفين ازاي؟ كده خلاص هنحط بقى دلوقتي الملح بتاعنا، طبعا يبقى ذوقي الملح وانت بتعملي. وهنحط معانا كده عصير الليمون احنا قلنا عليه، وهحط مايونيز، انا هحط الكميه اللي عندي في الكيس دي هي خلاص قربت تخلص فهحطها كلها. وزي ما قلت لك ممكن تستبدلي المايونيز بالزبادي عادي جدا. كده خلاص هنزل عليه بالزيت، دول حوالي 5 أو 6 معالق زيت، وهشوف لو احتجت وهزوده حبة مية على حسب الضرب بتاعي واوريكم شكله بعد ما اضربه في الخلاط. دلوقتي يا حبيبي خلاص انا ايه ضربت التومية بتاعتي، وهو السمك بتاعنا حطيتها هنا في الكوباية دي شايفين اهي، زودتها دوب نص كوباية مية عشان تضرب معايا في الخلاط، يعني تحط المية على حسب ما تشوف القوام محتاج معاكي لحد ما يضرب معاكي، وكده معاكي احلى توميه. وطبعا ظبطي الملح ودقيق على حسب المذاق اللي انت بتحبيه. كده نبدا نحط الطاجن بتاعنا. دلوقتي يا حبايبي الطاجن بتاعي اهو، اول حاجه هعملها هحط البطاطس بتاعتي، دي كميه البطاطس اللي انا حمرتها معاكم اهي شايفين. طبعا البطاطس دي هيبقى طعمها حلو جدا، هينزل عليها الفراخ فهتديها طعم حلو قوي. يبقى كده اول حاجه معانا البطاطس، بعد كده ننزل عليها بالفراخ اللي هي الشاورما اللي احنا عملناها، طعمها حلو قوي قوي وريحتها مش عايزه اقول لكم بقى، التتبيله دي فعلا حلوه جدا. زي ما قلت لك مش لازم تعملي جنبها رز اصفر زي ما انا عملت، ممكن تعمليها سندوتشات، ممكن تاكليها كده بالعيش مع مخلل لو بتحبي، يعني ايه دي حاجه هترجع لك انت طبعا. ممكن تحطي معاها خيار مخلل في المرحله دي
بس انا مش هحط، مش عايزاها حرقه، شايفين جميله الفراخ واخده لون حلو جدا. زي ما قلت لك اهم حاجه في تسويه الشاورما ما تقلبيش فيها عشان ما تهريش الفراخ، وفي نفس الوقت عشان تنشف ميتها وتطلع معاكي حلوه جميله جدا زي ما انت شايفه كده. عايزه اقول لكم بقى ان الفراخ دي الصوص بتاعها ده هينزل على البطاطس هيديها طعم حلو قوي. كده خلاص زي ما انتم شايفين كده حطينا الفراخ بتاعتنا، نبدا نحط بقى صوص التوميه بتاعنا، شايفين ازاي هياخد بقى وش كده وهيبقى طعمه خطير مع الشاورما. زي ما انتم شايفين كده حطينا اهو صوص التوميه، هبدا انزله كده في كل ايه طاجن. كده تمام قوي. دلوقتي بقى هحط ايه، عايزه احط كده حاجه تكسر اللون الابيض ده معايا، فهحط معايا انا مقطعنا كده فلفل الوان، طبعا براحتك لو عندك حطي، مش عندك خلاص يعني، بس انا عايزه اكسر اللون معايا. شايفين الالوان جميله ازاي؟ وهحط على الوش جبنه موتزاريلا، لو عندك برضو حطي، ما عندكيش خلاص يعني، بس هتفرق معانا طبعا في الطعم شويه وفي الشكل كمان، والاولاد كلهم بيحبوا طبعا الشكل ده. اخر بقى حاجه هعملها هحط على وشها ايه، الجبنه الموتزاريلا بتاعتي. هندخلها بقى طبعا تحت الشوايه، مولعة على الفرن دلوقت عشان تاخد معانا لون حلو. طبعا كل حاجه مستويه فمش محتاجه ان انت تولعي الفرن يعني وكده، هي بس هتاخد وش من فوق وخلاص على كده. بس هدخلها بقى الفرن واقولها لكم بعد ما تطلع. دلوقتي يا حبايبي ادي شكل الطاجن بتاعنا، شايفين ما شاء الله، انت اللي مش عايز كلام تاني، شكله تحفه. طبعا عملت جنبيه طبق سلطه خضراء، والرز بتاعنا هو زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله حلو جدا جدا. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم قوي باذن الله، طعمه حلو قوي والطاجن طعمه خرافه. طلعي بقى من كده من الطاجن جنب الرز، كل واحد طبق رز وجنبيه من الطاجن، عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا، وجبه متكامله هتعجبكم قوي، والالوان حلوه قوي، والخضار حلو جدا لاولادنا. ان شاء الله تجربوا الطريقه دي وتعجبكم جدا. يا ريت ان عجبكم الوصفه، يا ريت ما تنسوناش في اللايك والشير، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جاي، ومع الف سلامه.